ندخل فيها الدنيا ما بتبقاش بعديها زي ما كانت قبليها وانا حكايتي فيها وفيها حاجات هتستهتروا بيها وحاجات هتتأثروا بيها قوي 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 فيها حاجات حصلت ما اقدرش احكيها فيها حاجات هتستهتروا بيها وحاجات هتتأثروا بيها قوي 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 فيها حاجات حصلت ما اقدرش احكيها في البداية كانوا يشوفونا ينصحونا ويحلفونا خلوا بالكم من اللي بينكم بقوا بيقلدونا الكلام كان بين عينينا والغرام لايق علينا وشوشنا نورت وبقينا الله علينا فيها حاجات هتستهتروا بيها وحاجات هتتأثروا بيها قوي 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 فيها حاجات حصلت ما اقدرش احكيها شفنا في البداية صعبان عليه شكل النهاية أنا اللي مخدوعة في الحكاية اتقلبت الآية لما كان بيخاف عليا وقفته